بخصوص هذا اللقاء المرتقب، هناك ترقب واضح من قبل الشارع الكردي خاصة بهذا الاجتماع، خاصة وأن هذا الاجتماع سيناقش العديد من التفاصيل، وأبرز هذه التفاصيل التي سيتم مناقشتها في حال تم هذا الاجتماع اليوم هو اسم مرشح لرئاسة الجمهورية بعد كافة المشاكل التي حدثت خلال الأيام الماضية. لنتحدث عن الخطوط العريضة التي صرح بها إعلاميا، كما تعلمين ليست كل التفاصيل متوفرة لغاية هذه اللحظة، لكن المعلوم هو الحديث عن نقاش سيكون بين الطرفين لاسم مرشح لرئاسة الجمهورية، إضافة إلى ذلك توسيع آفاق الحوار بعيدا عن المشاكل والحديث مع الاتحاد الوطني أكثر بخصوص هذا الموضوع بعيدا عن الخلافات. بعد هذا الاجتماع سيكون هناك حديث بين أطراف تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني والاتفاق فيما بينهم، من بعدها سيتم الذهاب إلى بغداد بوفد موحد كما حدث خلال المرة السابقة، قبل أن تصبح هناك مشاكل بين الطرفين في وفدهم الموحد الذي ذهب إلى بغداد تحت قبة البرلمان في الجلسة البرلمانية الأولى.